ناخذ شيل انتولوجي. شيل انتولوجي هون بتهيأ لنا او شو هالسؤال اللي بنسأله. هلا بتشوفوا الفرق بين الانتولوجي والداتابيس سكيما مثلا. في كثير من القضايا حنناقش حنفهم بالضبط شو هو فلسفة شيء الانتولوجي. بشرى ايش الشيء الانتولوجي يا بشرى؟ قبل ما يجي تقدر تعرفينا شيء الانتولوجي؟ ايش في بكون كل المصطلحات بنقدر نستخدمهم كلنا نستخدمهم نفس المكان سيرفيني وستراكشر. اها شو تخيلك شيء الانتولوجيا مصطفى؟ سبيسيفيكيشن. طيب هلا بنشوف شو يعني سبيسيفيكيشن. بس قبل هيك خلينا ناخذ شويه هيستوري سلايد واحد عن الهيستوري للكلمه. شو بالفلسفة شو يعني الانتولوجي؟ انتولوجي عادة الناس برضو لما بدرس شو الانتولوجي بيضطروا يقولوا او شيء الابستيمولوجي. شو يعني الابستيمولوجي او الابستيمولوجيا في اللغة العربية؟ والانتولوجي نفوها انتولوجيا في اللغة العربية. هذا علم بصراحة اللي هي يعني علم المعرفة. خلينا نقول الثنتين بيشتركن الابستيمولوجيا والانتولوجيا بيشتركنهم من الاثنين في علم المعرفة. طيب هذا طبعا من ايام ارسطو هاي الفلسفة بلشت. كلمة الانتولوجيا اذا بدك تعريفها بالفلسفة هي علم الوجود بما هو موجود. طيب ما هو موجود نيجي على شيء على الموجودات اللي في الدنيا. فعلم وجودها كيفية وجودها علاقاتها مع بعض. لا هذا انه قريب برضو ولا المفهوم اللي بنعنيه في الكمبيوتر ساينس. كلمة اول اشي هي فرع من فروع العلم يعني مش اشي ملموس زي الكمبيوتر ساينس. هي فرع من الفروع يعني الكمبيوتر ساينس. تعطيني الكمبيوتر ساينس ايش يعني؟ معطاش الكمبيوتر ساينس هذا علم. هلا الانتولوجي بالفلسفة هي فرع من فروع العلم. 18 مخزنش الفايل. انتوز اللي هي exist ولوجوز اللي هي knowledge. فهو يعني علم يعني knowledge about existence. فطبعا هي من اي من انو فرع يعني في شيء بنسميه الفلسفة التحليلية. فهي فرع من فروع الفلسفة التحليلية. في الكمبيوتر ساينس الموضوع من مثلا بلش في عالم لوجيك هذا في جون ماكارثي في الثمانين حكى عنها list of things that exist. list of things that exist الله علم الوجود بما هو موجود. جروبر في الخمسة وتسعين كان it's an explicit specification of a conceptualization. هلا بنشوف شو later كريس ويلكي حكى description of kind of entities there are and how they are related. فصل للأشياء للentities الموجودة وعلاقتها ببعض. طبعا الفرق علم الدقيق من ناحية علم المنطق فرق كبير بين كل هاي التعريفات. بس هسه بنشوف هلا some people refer to it as conceptual schema لدومين معين أو دومين سموها مرات دومين مودل. To simplify it, إيش تقترحي بشرى نعرف الانتولوجي لما ستك بتسألك شيء الانتولوجي؟ ستك بتقولي شو تخصصك؟ بقولها انتولوجي. بقولي شو يعني انتولوجي؟ بقولها ستي هذا قاموس بقدر الكمبيوتر يفهم. يعني الكمبيوتر بقدر يفهم قاموس؟ شو الكمبيوتر؟ قلت لها احنا بنكتبه في علم المنطق وبالتالي بقدر احسب حساب المعنى بنحسب حساب. شو بدك
كمبيوتر. طيب انا انطولوجي اس ان اكسبليت سبيسيفيكيشن اوف ا كونسبتواليزيشن. لما نقول كونسبتوال سكيما، هلا انت لما تيجي على دومين او تيجي على الصف زي هيك ومش انت بدك ترسم له كونسبتوال سكيما، نسمي هاي العمليه كونسبتواليزيشن. ها فهي سبيسيفيكيشن. طبعا الكونسبتواليزيشن موجود في راسك، مش كونسبت، كونسبتواليز. فهي سبيسيفيكيشن للكونسبتواليزيشن، هذا تعريف جروبر، او خلينا نقول شيرد اندرستاندينج اوف دومين اوف انترست. او بنقول لانها في يعني خلينا نقول سم اسبيكتس اند باراميترز انها فورمال سبيسيفيكيشن، وبالتالي لما انها فورمال سبيسيفيكيشن معناته في ريزنينج، معناته في اكسكيوشن، معناته الكمبيوتر بيقدر يعمل ريزنينج او اكسكيوشن او كومبيوتينج في الموضوع. اوف ا كونسبتواليزيشن اوف دومين يعني معناته في لها مجتمع مش لها فرد واحد. بالزمج نعمل انتولوجي اذا كان بده يكون فيه فرد واحد. طيب of some part of world that is of interest، فمعناته في كمان لها applications. فا it's نقول it's it provides a common vocabulary of terms, some specification of the meaning of the terms. وأشيرت أندرستاندينج زي ما قلنا للبيبول ولا الماشينز. هذا تعريفات هيك، بس هلا بنشوف بطريقة أعمق. هاي بصراحة إشي أوبشنال ريدينج، يعني ليش أدخل هذا في علم في المنطق، شو معنات كونسبتواليزيشن وشو معنات سبيسيفيكيشن، بدناش ندخل فيهم، خليها أوبشنال. لأن specification أو سوري specification تستعمل اللوجيك، conceptualization أنت كيف بتشوف الأشياء، وإنه الكونسب شو تعريف conceptualization إنه مش بس بيوصف حالة معينة من الدومين. اختلف العلماء عبر 4-5 سنين جروبر ونيكولا بورينو وكسويلتي على هذه التعريفات. بس على كل حال أنا بالنسبة لي مش هذا الموضوع. خليني اعمل سكيب. كونسبتواليزيشن يعني انه اذا رفعنا هاي، اذا بدي اعرف الاون، كنت قبل شوي اعرف انه اي اون بي، كنت اعرف بالاون علاقه اون. فلما هذا تعريف جروبر ما زبطش انه الكونسبتواليزيشن انه هيك. فلما رفعت البلوك، هذا طبعا بقول نيكولا جوارينو ارفع البلوك، بتلك الكونسبتواليزيشن اختلف، تعريف الاون لازم يختلف، وبالتالي كلمه الكونسبتواليزيشن لازم تكون عامه مش خاصه لحاله معينه في دومين. خليني اعمل سكيب، هذا عاده بشرح في كورس الاي اي. سو هاو كان وي فورمالي ديسكرايب ا فوكابولري؟ تعالوا نشوف مثال باختصار يا ابراهيم. في عندي مثال كلمة، مثلا في عندي الدومين خلينا نقول اللي هو الفلسطينيان جوفرمنت. How can we formally describe the meaning of a vocabulary? Citizen, company, salary, tax, car, land, etc. كيف؟ أي مثلا أنا عندي تعريف هنا، تعريف في الناتشرال لانجوج إبراهيم، إنه company a type of legal person. أنا هيك إيش بعرف؟ it's a type of legal person registered to conduct business and recognized by its registration number. There are two types of companies: shareholding company and partnership companies. ليه حد تعريف؟ هذا تعريف من القانون إبراهيم عمان، هذا تعريف من القانون على شيء هي ايش الكومباني. ليه؟ طيب بالانتولوجي
كيف انا بعرف؟ كيف بعطي التعريفات؟ كيف بعطي تعريفات؟ هلا لو جيت حولت هذا النص للوجيك بكتب بنسميها company is a subtype of legal person and conduct dot business على description and there exist has dot registration number والshareholding company is a subtype of company والpartnership company is a subtype of company. كل شيء هون عرفته بالمرة. هلا لو بدي أرسم مثلا بالORM نقول a type of a legal person مزبوط register to conduct business معناته register conducts business صح and recognized by its registration number ايش يعني هذا وهذا من uniqueness كمان هون اه there are two types of companies ليه طيب اذا لما انت تشوف ORM سكيما او تشوف ال piece of logic وين التعريف بالضبط؟ اه وين التعريف يا رانيا؟ يعني هذا احنا عرفناها الكومباني شو هي اصلا يعني انه بالاوتوريجي نفسه يعني انه مثلا هاي ليجل بيرسون ليجل بيرسون ايش انت تسميها وليجل بيرسون ايش الكومباني ايش هي يعني ناتشرال بيرسون بس هون وين التعريف؟ هي لا ما فيش هون عملنا الكونسيبت كيف؟ آه بس أنا عندي هون كلمة كومباني وكيف؟ أنا بدي أورجيك هاي كيف تعرف لي كومباني هون؟ فمنقول notice that the meaning أو the semantics of a company لما نقول شو يعني semantics تاع كومباني يعني شو معنى meaning تاع كومباني can be determined تحدد from its position in the diagram. مش هاي network of things هي علاقتها مع الأشياء اللي حواليها يعني position تبعها هو اللي بيحدد معناها بهيك المعنى عرفوا بالdiagram. طيب. يعني أصلاً هي legal person إنه يعني لما تشوف بالضبط لما تشوفي هاي بتقولي شو معنى company؟ قولي well company. بديش اقول اذا بتحكي هيك زي اللغه العاميه شركه يعني هي نوع من انواع الشخصيه القانونيه تتاسس عشان لازم تكون لها يعني لازم تعمل بزنس عاده يعني في بيكون لها او اجباري يكون لها ريجستريشن نمبر وعلى فكره كمان في نوعين من الكومبانيز فهمت كيف ف فروم اتس بوزيشن على فكره كمان هون لاحظ صح انا عرفت الكومباني هون لحد نهاية يعني لحد ها كل كومباني كذا 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 بس بوقفش كمان وين واردة كلمة كومباني في اللوجيك يعني هذا هاي وجود هذا السطر بيشارك في تعريف هون فهي برضو بمعنى آخر الكونكشنز الموجودة هلا ministries need such precise and formal definitions precise formal definitions to exchange data meaningful. هل we may use ORM, ER, UML as a language to specify the meaning. Semantics يعني. Of a domain as a formal notation. OL is a standard ontology language. يعني بمعنى I don't care تستعمل أول ولا تستعمل ORM ولا تستعمل ER ولا تستعمل في الآخر شي الفكرة التعريف نفسه بيعني نيش اللغة زي وعاء اللغة هي وعاء هلا شي الستاندرد لانجويج أول الORM والER والUML هذول استعملهم لا نوتيشن للتبسيط انتبهين طيب thus an ontology consists of الانتولوجي consists of concepts, relations, and rules. هذا هو إذا بدك من إيش تتكون الانتولوجي. The most important relation is subtype.
عاده هي الاكثر استعلام في التاريخ. هلا انا لو سالت سؤال لأمينة، شو تعريف كومباني يا أمينة في ليجال بيرسون اونتولوجي اللي تحت فلسطين؟ شو تعريف شركة؟ قاعدين تحكي معي وكأني أنا بفهم شو أنا سبطان. بسطي للمسائل. هي نوع من الشخص الاعتباري. نوع من أنواع الشخصيات القانونية. نوع من أنواع الشخصيات القانونية. لها صفات معينة. في شيء اسمه معين. لاحظوا، أنا ببلش أحكي وأنا بحكي بقول على الأشياء الأهم فالأهم. دائما ابدأ في سوبر تايب تبعها، وإذا بدك تقول هي نوع من أنواع الشخصيات القانونية، في نوعين لازم تبكى هون. هاي بقول لازم يبكى لها، لازم يبكى لها نوع، لازم تبكى أحد نوعين، يا شركة عادية شركة مساهمة وهي أحد مكونات اتحاد الشركة. هذا بالنسبة للتعريف بالنسبة لهاي الكونترولوجي. عندو كيف؟ لو بقول شو تعريف مجلس خدمات مشترك، نقول هو نوع من أنواع الشخصيات القانونية اللي بتكون منها هيئات محلية. ف from the position المعنى بنقدر نحدد. طيب وقيس عليها كل الأشياء. طبعا إذا بدك في التعريف تطلع لفوق وتقول لأنه في inheritance بتقدر تطلع، تقدر تطلع تقدر تطلع وتنزل زي ما بدك. طيب هلا اللي ورجيتكم اياه لحد هلا ممكن واحد يقول لي مو هذا كونسبتوال سكيما ولا لا؟ لحد هلا ما عرفناش الانتولوجي صح؟ بقى كان وي سي ذات الانتولوجي از كونسبتوال سكيما. Well, yes. Can we say that every conceptual schema is an ontology? Every conceptual schema is an ontology. يعني كل ontology هي conceptual schema. ممكن. طب العكس. ما. خلينا نقول. طب سؤال. لما الفلسطينيين إيه government ontology? Is it هم بس سؤال. Is it true that the Palestinian e-government ontology is a conceptual database schema covering all data elements in the government databases? هل هي database schema لكل، مش بالمفهوم الستريكت يعني، بس في conceptual schema لكل databases الموجودة بالوزارات؟ The answer is of course. السؤال بيجي طب شو الفرق بين السكيما والانتولوجي؟ ها؟ احنا بنعرف شغله انه السكيما بروفايدز سكيلتون ستراكشر تركيب للبيانات مش معنى. طيب والانتولوجي بالرغم من انها بروفايدز ستراكشر بس شو الامبورتنت ثينج هون؟ المينينج. طب وين المينينج؟ هل هاي ontology ولا لا؟ person has address, person has email. رائع، مكتوبة بالأول، مكتوبة باللوجيك، مكتوبة بورقة. هل هاي سكيما يا مصطفى؟ لا. سكيما. مش ontology. طيب هاتوا نفحصكم بالمثال التالي. طب على فكرة ليش مش انتولوجي؟ ليش مش انتولوجي؟ لأنه ما عرفناش شو بيرسون، ما عرفناش كيف ها؟ لا هي هذه يعني قصدي هي معلومات، هي معلومات مش أكثر. إنه هاي مثلا بيس يعني عرفت إنه له إيميل أدرس، بس مثلا ممكن يكون بيرسون، ممكن يكون كومباني، ممكن هذا شوفيها نقول لك وات إز إكس. إذا بتقدر تحددي إكس معناته انتولوجي. إذا ما قدرت تحدده شو يعني، مش شو يعني انتولوجي؟ يعني إذا قدرت أحدد إكس معناته المعنى واضح. إذا ما قدرت أحدد إكس المعنى
شي اكس هون يا امينه؟ اكس هاز ايميل وهاز ادرس. طيب شو يعني اكس؟ عرفات شو اكس؟ ممكن تكون كومباني، ممكن تكون شخص، ممكن تكون. طيب هاي ضفت لك وحده بارتيسيبيتس ان بروجكت. ممكن تكون بيرسون، كومباني، ستودنت، مو ستودنت، ها؟ ممكن تيم، اضيف عليها؟ educational institute. يعني لحد هلا فيها مشكله، مش قادر تحدد. يعني لو كل يوم بتبدل عليها بتاخذ 15. اها طيب كومبوزد فاكولتيز، ممكن كليه ممكن جامعه. لا كليه هي كليه يعني فاكولتيز. لا هاي مش فاكولتي، ممنوع نحط يعملوا فاكولتي. هذول ممنوع كلمه فاكولتي الجامعه بس اللي فيها فاكولتي. إذا جامعة. طيب سؤال إبراهيم، شو أحذف هون بغيرش إشي على معنى إكس؟ أحذف إيميل؟ أه؟ علي صوتك. طيب إيميل وأدرس؟ أحذف بروجيكت؟ أه؟ أحذف بروجيكت، أحذف إدوكيشن إنستيتيوت؟ لا. يعني هاي وهاي خليهم؟ إذا خليت هذول يعني بمعنى آخر هناك صفات جوهرية وهناك صفات عرضية، هاي intrinsic يعني جوهرية واكسترنسك يعني عرضية. فالصفات العرضية مش بيش بلزمنيش أحطها بالأنتولوجي، أنا شو اللي بلزمني؟ أحط الصفات الجوهرية. مظبوط؟ واضح. ف الصفات الجوهرية شو معناها الصفات الجوهرية؟ اللي إذا انفقدت مش بضيع تعريف المعنى. إذا مش يعني أنت شو تعرف الإنسان؟ يعقل وينطق، هذا هو بالضبط اللي بميزه عن يعقل. هو يعقل وينطق، هلا يعقل وينطق، هذا الميز مين؟ الانسان. هذول صفات جوهريه. الصفات الجوهريه اللي هي معناها اذا فقدها فقد ذاته، او يعني فقد ذاته بالمعنى انه نوعه اختلف. الصفه العرضيه اللي اذا فقدها شو بتغير عليه؟ على جوهره. يعني هلا الاسم صفة جوهرية؟ اه يعني واحد ملوش اسم شو بتغير معه ولا شيء. الجنسية نفس الشيء. ففي صفات جوهرية وفي صفات عرضية، والانطولوجي تتخصص في ايش؟ هات نشوف شو قبل ما نفتي انها اه ولا لا، انها الانطولوجي بس صفات جوهرية. Anontology هيك خلينا نتفق شوي. Anontology that does not hold intrinsic properties is not a good ontology. It becomes a schema with poor or no meaning. هلا أنا بالسكيما كالكان في صفات جوهرية والعرضية؟ لحظية، يعني شو الفرق بين السكيما والأنتولوجي؟ آه واضح إنه مش خط بوردر لاين نقدر نرسمه، ها؟ يعني مش كل سكيم، يعني في بعض سكيمز بصيروا انطولوجي، بس مش كل سكيمز بنسمع عنهم بكونوا انطولوجي. شو المسمع فيه؟ اذا كان بتركز على صفات الجوهر. ايديالي بالوضع المثالي اردوغان جيمي ايش بيقول؟ كاتش يعني فيها كل وفقط الانتندد مينينج، يعني الانترنسيك بروبرتي. تخيل الانتولوجي فيش فيها صفات جوهريه زياده، بس الصفات الجوهريه اللي بتلزم،
فيش ليها ولا صفة عربية، يعني إشي مثال. هذا idea. Notice that. هلا هون المشكلة. لو بدي أبني أنطولوجيا يا مصطفى بالصفات الجوهرية في عندي مشكلة. شو المشكلة؟ إنه very difficult to represent. How to represent إنه الإنسان عنده brain؟ أنا قلت البيرس يعك يم كيف بدي أمثلها؟ كيف بدي أمثلها؟ والمشكلة الثانية الموجودة such properties اللي هم intrinsic are not needed in ID applications. بتزمونهاش يا عم، أنا بدي أبني أنطولوجي عشان أعمل e-government، أنا بدي أعمل أنطولوجي بالفلسفة. ويلزم شو حاطط انت بس انه بيعكروا بنتك. So why to have them؟ هذا هو الاشكالية اللي مش حجاوب عليها. انه اذا الانطولوجي فيها صفات جوهرية اللي هم سوري عرضية اللي هم بيلزموني بالابليكيشن صارت سكيما. وعلى فكرة مثلاً أنا بديش سكيم، أنا بدي شيء يعمل كونتريبيوشن للمعنى. طب حطيتهم بفيدونيش وصعباء، مش بس بفيدونيش. Thus it is necessary that the intrinsic properties be explicitly captured in the ontology, but those properties must govern. يعني مش يعني فعلاً نقول النتيجة اللي بيقترحها على فكرة نيكولا غوارينو، هاي الجملة من نيكولا غوارينو، إنه مش شرط تحطهم داخل الأنطولوجي، بس هم اللي بيحكموا طريقة تفكيرك في بناء هاي. مش شرط تكتبهم جوا الأنطولوجي، بس وانت تبني في الانطولوجي اللي بده لازم يحكم طريقة تفكيرك حتى بالإكسترينسيك بروبرتيز بالصفات العرضية لازم يكون ايش؟ اللي تكون هي الصفات الجوهرية اللي بتحكم تفكيرك. وهون يعني as a good as a knowledge engineer you should be smart enough. هنا طريقة بناء good ontologies يعني مش تقول لي أنا خلصت الدورة بعرف أبني ontology. مثل هي مش كل واحد باخذ دورات بعرف أبني good ontology. هاي skill بدك تدرب حالك عليها تدريب. smart engineers بيقدروا يأخذوا اللي هم يعرفوا يكرروا so to achieve general but applicable ontology and not to end with a schema. يعني أنا ببني ontology مش schema و still applicable. هلا هاي بصراحة هاي ما في شيء إشي معين ممكن أقوله إنها هاي اللي تكون شطارة شطارة الإنجينير المهندس اللي ببني ontology. The more a knowledge engineer is aware of ontology modeling challenges, كد ما بيكون عندك معرفة بالchallenges, الموديلينج challenges, the better his or her skill will be when building a good ontology. في methodologies to guide you, بندرسهم في sessions. اللي انا بدي اورجيك بعطيك شويه ميثودولوجيز اللي خليك تقدر مش 100% الى حد ما ادربك شويه على التشالنجز وعلى بعض السوليوشنز اللي تقدر تتخذ قراراتك وخياراتك افضل. بس في الاخر سكيل وابدكم رايي وهيك السوفت وير وهيك الكونسبتوال سكيما. طبعا هذا اكزامبل. إذا قلنا مثلاً إنه المجامعة فكرت فيها إنه هي كيش الاستيتيوشن خليه مثلاً جايين وناضب الله بالبعدة. طيب
خلينا بس ندرس هذول اتس فيري انترستينج اللي بنفهم الكمبيوتر ساينس. تعرفوا اللي بنسميه اللوجيك، اللوجيك اللي هو الفيرست اوردر لوجيك، او اذا بدك اللوجيكال سكيما. هون البريمتيفز اللي بنعرفهم اللي هم الفانكشنز والبريديكتس او الريليشنز. الانتربريت هون بنحكي على شيء فورمال فيري ستريكت، بغض النظر له معنى ولا ملوش معنى. اذا بنطلع ليفل ثاني قبل ما نوصل المعنى، في ابستمولوجي. شو بالضبط الابستمولوجي؟ بتعرفكم اياها اللي هي تركيب لها علاقه بتركيب البيانات. يعني عمر ومصطفى بيعملوا قاعدين سكيما او انتولوجي، سكيما خلينا نقول بالضبط لنفس الداتا، سيم داتا اكزاكت. يعني ما نقول السكيم تبعتهم هي مش نفسها بس دي اكويفالنت. اكويفالنت شو يعني؟ نفس الداتا بنقدر نخزنها without losing anything. عارفين الاختلاف بالضبط بينهم شو هو؟ بنسميه الابستمولوجي، اللي هي تركيب البيت، تركيب المعرفه، تركيب النولج، structure of the knowledge، مش معنى النولج. هذا هو الليفل اللي بنسميه ابيستيمولوجيكال. هلا اللي هو ستراكتر، له علاقه بالستراكتر، اللي له علاقه بالميننج اللي هو بنسميه الانتولوجيكال. اذا بدي اقفز هنا الكونسبتوال اللي هي طريقه نظرتنا للاشياء، بمعنى هل اشوف الضوء بارتيكولرز ولا ويفز؟ ها اشوف الضوء بارتيكولرز ولا ويفز؟ هل اشوف البيرسون انه هو او سوري الجامعه كومبوزد فاكولتيز، ولا اشوفها اشوف شخصيتها القانونيه من ناحيه تجاريه او من ناحيه ما بعرف ايش؟ هل اعرف الانسان يعقل وينطق، ولا اعرفه بمكوناته البيولوجيه؟ هاي مشكلة وين؟ مش استراكتشر ولا معنى، هاي مشكلة كونسبتشواليزيشن، كيف تشوف الأشياء. هلا الليفل الأعلى واحد اللي بنسميه لينغويستيك، طريقة التعبير عنه، إنه هون في عنا اللانجوج ديبندنسي بتصير أو اندبندنسي للأشياء اللي بعرف بحكي عنها. أنا خلصنا المحاضرة ها عشان نبلش المحاضرة. إذا بكم اقتراحي خلينا نبلش في واحنا نوقف، خليني بس أعرض لمدة 3 دقائق، 3 دقائق بس، وبعدين تجتمعوا لأننا نرسلنا جروبين ونوكل مع بعض احنا نحكي. شو رأيكم؟ طيب هلا السيشن 2 شباب بدنا نعمل بابيوليشن انتولوجي. شو يعني بابيوليشن انتولوجي؟ هاتوا نقرا الديسكريبشن تبع هذا اللاب. شو يعني population؟ ها؟ سكان، مش المواطنين. لا في فرق، citizen لا مش population. مش المواطنين. يعني شو يعني السكان ممكن يكونوا غير المواطنين؟ مش شرط يعني واحد ساكن منطقة معينة، مش شرط يكون مواطن. واحد من امريكا فساكن هون، واحد اعطى هاي جاب لي مثال، واحد جاء من امريكا جاي يدرس مثلا، جاي يدرس، غيره سائح، سائح غيره لاجئ، لاجئ. هاتوا هيك منقول، هاتوا هيك ديسكريبشن عشان نشوف ليش تنزل. Although the Ministry of Interior is responsible for managing citizens profiles، المواطنين
وزارة الداخلية. بتطير انك عبارة عن سياسي فلسطيني هون. But there are other ministries who also collect data about people. تجمع معلومات عن الناس. Such as refugees, foreigners, people with blue cards, etc. To build a modern and consistent population registry, سجل سكان, and to avoid identity fraud, انتحال الشخصيات, the government of Palestine asked the Ministry of Interior to collect and integrate data about all types of people. قالوا لهم روح لموا كل المعلومات موجودة عن الناس من كل الوزارات. This information will be then shared. بعد ما تلموها وتنظفوها و و و و بتعيدوا يعني بتشاركوا معاكم الوزارات الثانية. For example, through web services with other ministries as they need. إذا بتزال. ها؟ واضحة؟ يعني لما أنتوا تجيبوا البيانات وكذا نظفوا وحدوا وقيموا وحطوا بعدين شاركوا الوزارات إذا بتزال. لأنه بالزمن. For a consistent and precise understanding of this data for both humans and machines. للويب سيرفيسز وللناس حتى يعني للإنسان a population ontology need to be built and shared. يعني بمعنى آخر وزارة الداخلية أجت عملت بدها تعمل ontology المفروض تعمل ontology لا إيش بتعريفات كيف this ontology will not be only the reference of the meaning of the vocabulary used in this registry يعني but it will also serve as the state definition of what is person, citizen, foreigner, and so on. يعني مش بس للداتا للماشينز بس هيدا تكون تعريفات الوطنية اللي بدكم ناشونال لا شو يعني الشخص شو يعني مواطن شو يعني فلسطيني شو يعني شو يعني شو يعني هلا بدنا نبني build this ontology using OR communication. اللي بدي تسووه انه مش 3 group مش 3 students نقسم حالنا لقسمين كل قسم ببني لي هاي الانتولوجي. Start brainstorming on a paper to specify what is a person, its types and properties, then model the ontology using ORM. بعد ما تفكروا وتخلصوا اسمها ORM. You may start with your ID card, passport, birth certificates, or other documents to find some relevant vocabulary and relations. برضو حتى ركز كثير على المسميات لأنها لازم تكون تعكس ما يتفق عليه الوطن والقوانين الفلسطينية مسميات. After finalizing the ontology, each group will be asked to present this ontology to all students to collect feedback, comments, وبعدين تعملوا لي submit للفاينال results. يلا نبلش. طيب. هلا شباب شفنا من خلال الانتولوجي اللي بلشنا نبنيها في سؤال بيطرح نفسه وانت تبني بدل المحرك الثاني لان احنا ناخذ عن الانتولوجي انجينيرينج تشالنجز الاشياء اللي بتواجهك خاصه وانت تصنف او انت تبني في الانتولوجي وسالنا سؤال وانت بتصنف في ملفاتك في على جهازك بتصنف ملفاتك تبني فولدرز تعمل هيراركي جوا الفولدرز عمرك ما عجبكيش رديت سويت تصنيف ثاني ورديت بلد تغير وضليت مو مش بعجبك انا بدا يعني من المحاضرات الجاي لثلاث اربع محاضرات من هون يعني من اليوم لثلاث اربع محاضرات حتكتشف انه حتى على الانترنت اكسبلور مش بس في الانتولوجي انجينيرينج حتحل هاي المشكله يعني هاي مشكله عامه نبدا في بعض القضايا وشو معنات ontology engineering challenges
كل كومباني عنده سوفت وير كمان، وبهذا السوفت وير بتتعرضوا الى خيارات، مرات اعمل هاي بالطريقه الفلانيه ولا بالطريقه الفلانيه، اعملها هيك ولا هيك، بناء طب على بناء على شو اقرر. مشاكل عامه بتواجهنا بشكل عام لما بنيجي نسوي شيء. في عندنا اللي هي مفهومين بناخذهم اليوم او مشكلتين بالانطولوجيا. واحد اول مشكله بدنا نفهم شو الفرق، يعني اليوم بهاي السيشن احنا بس بدنا نتعرف على المشكله بدناش نحل. تمام، بدنا نتعرف على المشكله بدناش نحل. اول مشكله شو معناها يوزابيليتي وش معناها ريوزابيليتي، اذا فهمنا الفرق بينهم بنشوف بالضبط وين المشكله. بعدين انا ببني انطولوجي بس بفكرش في الابلكيشن، صح؟ لا مش صح. انا لما ببني انطولوجي ببكي افكر بايش؟ بالابلكيشن. فهذول المشكلتين بدنا نحاول نستبحث فيهم شوي صغيري حتى نفهمهم. فاحنا بس بدنا نناقش. طبعا هذول من كمان في مشاكل ثانيه بتواجه الانطولوجيا الجينيه، بس هذول مشكلتين مهمه. هلا مجرد الدسكشن فيهم حتى لو ما اعطينا حلول بمكنك سلام، مجرد ثاني المشكلتين هذول بمكن الواحد انه يحسن سكيلز تاعته انه يبني انطولوجيا احسن. شو معنى الريوزابيليتي يا ابراهيم؟ الريوزابيليتي وانا اللي بدك اياه يوزابيليتي. برضو إمكانية الاستعمال استخدام. طيب هلا هات نوخذ في عنا بتورجيكم هلا أربعة أنطولوجيز، أربعة أنطولوجيز ليجل بيرسون أنطولوجيز. بدك تقول لي أني الأكثر ريوزابيل وأني الأكثر يوزابيل. طلع في أنا أنطولوجي، هايها أنطولوجي هاي O1 بيستعملها أبليكيشن واحد 9000 مرة في اليوم. ليه؟ شو هذا الأبليكيشن؟ Ministries Web Services to exchange companies profiles based on this ontology. يعني في عنا companies profiles شالي قلبس الأنطولوجي، صح؟ شالي قلبس الأنطولوجي وفيها معلومات عن كومباني، في ويب سيرفيس تتناقل بروفايلز الكومبانيز. هذا الابلكيشن هو الويب سيرفيس 9000 مره باليوم. في عنده انطولوجي ثانيه بيستعملها ابلكيشن واحد اللي هو هاب، وابلكيشن اثنين ابلكيشن واحد بيستعملها 1000 مره وابلكيشن اثنين بيستعملها 1000 مرة. الثانية اللي هو مش ministries web services انه في كمان الغرف التجارية عندهم web service مبنية بناء على هاي الانطولوجي. يعني في web service للوزارات لتناقل ملفات الشركات، وفي web service ثاني للغرف التجارية مبنية على هاي على نفس الانطولوجي. هاي 9000 مرة باليوم، بس هاي 2 applications كل واحد من الألف. أني more usable يا عرفات، more usable الثاني، الثاني more usable. أميني أني more reusable، reusable more usable الأولى مور هلا تنشوف. في عندي انطولوجي الثالثة بيستعملها هذول اثنين كل واحد بس 100 مرة، وفي ابليكيشن ثالث. شو هو الابليكيشن الثالث؟ انه البنوك مش بيصمموا ملف
يعني بدهم يفتحوا حساب لشركه مش بدهم يفتحوا حساب لشركه، مش بي عندهم نموذج بيعبوه تصميمهم لهذا النموذج معمول بناء على هاي الانتولوجي الثالث، مش هذا ابلكيشن؟ يعني حدا اجى استعمل الانتولوجي، يعني تاع البنوك قالوا لكم اوه والله لقينا الانتولوجي تبعتكم استعملناها عشان نصمم الفورم اللي نفتح فيه ملفات الشركه، هذا احد الابلكيشنز ولا لا؟ ففي عندي ابلكيشن ثالث، ها استعملت 100 مره باليوم، وهي 100 مره باليوم، وهي 100 مره باليوم. محمد اني اللي مور يوزابل الثالث لانها استخدمت من قبل اكثر من مور يوزابل ولا مور ريوزابل؟ انا بحكي يوزابل. مور يوزابل الاولى مور يوزابل والريوزابل طيب نشوف الرابعه، الانتولوجي الرابعه، هذول استعملوها نفس الثلاثة أبليكيشنز هذول بس 10 مرات في اليوم، وفي أبليكيشن جديد استعملها سوري 10 مرات، أنا متأسف 10 لازم أصلحها، هو هاي 10 شو هو هذا الأبليكيشن؟ إنه المحاميين في 10 محامي باليوم بيستعملوا المسميات والديفينيشنز تاعت موجودة تاعت الانتولوجي في المحكمة. مش هذا ابليكيشن؟ مش هذا ابليكيشن؟ نقدر نقول تقدر يقول هاي الانتولوجي مش مستعملين اللي عم يستعملوها المحاميين بالمحكمة، يعني بصير يقولوا بناء على الانتولوجي تاعت الكذا كذا الديفينيشن كذا كذا ها؟ تاعت كومباني هذول استعملوها 10 مرات في اليوم، هذول 10 مرات، هذول 10 مرات، هذول 10 مرات. أني اللي مور يوزابل وأني اللي مور يوزابل؟ يا الأولى مور يوزابل، شو تعريف يوزابل معناته؟ عدد المرات كديش مرة كديش مرة شو؟ استخدمت يعني كمان مرة أول أنتولوجي استعملها أول أبليكيشن 10-9000 الثاني استعمل لها 2 أبليكيشنز بس كل واحد 1000 الثالثة 3 أبليكيشنز بس كل واحد 100 الرابعة طبعاً ها أمثلة فرضية الرابعة استعملها 4 أبليكيشنز كل واحد 10 ريوزابل شو معنى ريوزابل؟ أكثر من أبليكيشن إنه أكثر من نوع أبليكيشن بيستعمل أكثر من استخدام إلها أكثر من نوع أبليكيشن بيستعمل اليوزابل بس نوع يعني كديش نوع أبليكيشن بيستعمل الأولى؟ واحد 2-3-4 طيب كديش اليوزابيليتي تبعتها؟ 300 صح؟ على فكرة لما نصمم سوفت وير بنصير نقول كم واحد استعملوا غلط السؤال كم واحد استعملوا بنفس الطريقة هاي أو لنفس الهدف هاي يوزابيليتي بس كم واحد استعملوا بطرق مختلفة لأغراض مختلفة لأغراض هون الأبليكيشن مختلفة قديش فائدته عمت طيب سؤال بيطرح نفسه طب ليش هاي الانتولوجي مش كل واحد من اللي استعملت 6000 بس 1000 استعملوا يعني يعني شو اللي منع هاي الانتولوجي انه نستعملها ب 6000 استعملناها 1000 مره باليوم زي مثلا هذا نضرب مثال مش بالانتولوجي ولا بالانتولوجي هذا نضرب مثال بالانتولوجي بجوز الكومباني هون
تعريف كومباني هون كان ليش الوزارات استعملتها؟ هاي الوزارات لهم ويب سيرفيس استعملوها، هاي الغرف التجارية لهم ويب سيرفيس شكلها شبيهة بس مش زيها استعملوها. الابليكيشن الثالث انه البنوك عملوا تصميمهم للنماذج اللي على الورق بناء على هاي الانتولوجي. الابليكيشن الرابع انه انذكرت من قبل المحامين المحاكم، يعني رجعوا لها. هلا شو اللي منعهم هون؟ هون ليش زاد زاد؟ يعني زي ما بدها بالضبط الوزارات كل الاتريبيوت واللوجيك والرولز اللي بتلزم اللي الوزارات بدها اياها حطينا لها اياها. فبالتالي عجبت كل الوزارات وراحوا استعملوها 3000 مره باليوم. هلا بالانطولوجي الثانيه كان فيها معلومات شوي بتختلف بحيث في ناس استعملوها بس مش الكل. بس مش الكل. في وزارات قالت انه هذا شيء احنا منقبلوش لانه لازم يبقى 1-2-3. الغرف مش كل الغرف التجاريه برضو استعملتها بس في قسم استعملها. طيب الثالثه انه كانت مور جنرال بحيث انه حتى البنوك استعملتها مش بس الغرف التجاريه. بس في ناس قالوا لانه لانه رحنا مور جنرال. طب السؤال بقدر ابني انطولوجي بخلي الاربعه كلهم يعملوا 9000؟ ليش؟ في تخصص الانطولوجي هم الجهاد بقدرش اعمل سبيسيفيكيشن بنفس الانطولوجي لاكثر من بقدرش اجمع جميع الحالات. شو يعني الحالات؟ بقدرش اجمع كل اللي بدها اياه الوزارات كلها بنفس الوقت. طيب اذا اليوزابيليتي ماكسمايزنج تمارا ماكسمايزنج ذا نمبر اوف ديفرنت ابلكيشنز يوزنج ان انتولوجي فور ذا سيم كايند اوف تاسك. هون ليش يستعملوا الابلكيشنز؟ قد يكون الابليكيشن نفسه بس التاسك اللي نسوي هذا الابليكيشن والتاسك اللي نسوي هذا الابليكيشن ايش؟ يعني تو ديفرنت ابليكيشنز بس التاسك نفسها. فانا عايش معني على نفس التاسك. اذا كانت سيم كايند اوف تاسك بنكون يوزابيليتي ماكسمايزنج ذا نمبر اوف ديفرنت ابليكيشنز يوزنج ان انتولوجي اوف ديفرنت كايند اوف تاسكس. معناته بتصير هذا هو تعريف الريوزابيليتي. هذا صراحه هذا الكلام مش بس للانطولوجيز وكمان في السوفت وير وكمان لما واحد بيصمم ايد باب ولا مفتاح ولا اي حل اي حل حتى اجتماعي. الريوزابيليتي واليوزابيليتي هيك تعريفها. ليه واي ريوزابيليتي؟ على فكره ليش بدنا ريوزابيليتي؟ لانه اكثر من مؤسسه. عشان شو؟ عشان نوفر وقت وقت وتكلفة وجهد وإلى آخره. وليش كمان؟ reliability increasing reliability the more used the more tested. يعني إحنا بالسوفت وير لما نصمم application نعمل our framework components على ال bare components بتكون هي in general على أساس إنه other applications هذا تايم كوست. والثانية إذا عملت أنت لايبراري لاحظ مش اليوزابيليتي اللي بتعمل الريلايبيليتي. الريوزابيليتي إذا different kind of tasks use your library it means your library is more reliable لأنها more tested. والثالث an important equality factor a highly reusable ontology reusable ontology is an indication هي مؤشر هي مش شرط هي مؤشر انها good ontology. طيب how to increase usability reusability هاي كلمة reusability باي لو تزيدي هالمواحدات اضبطهم بعدين by being سوري لا صح مزبط. صح مزبوط. ها
how to increase usability by being closer to the application specification and requirements at hand. صح ولا لا؟ How to increase reusability? How, تمارا؟ بدي أعمل general أو but how? To be by thinking, taking into account different uses. يعني أبعد شوي عن usage. يعني نبعد عن المستثمر وطلع اللي بدنا نحكيه عشان هيك عم نفكر بالانتولوجي. ها؟ عشان هيك عم نفكر بالانتولوجي. بس هي الانتولوجي فيها مشكلة. إذا بدكم تعملوا الانتولوجي جنرال بتكونوا لسي سبيسيفيك. وإذا عملتيها لسي سبيسيفيك يعني إذا اعتمدت سوري عملتيها سبيسيفيك بتكون مش جنرال. كتلنا هذا الجهاز. شو تعليقكم على الموضوع؟ أنا بجيب لي مثال على الريوزابيليتي واليوزابيليتي غير اللي ضربناهم. ها؟ في أمثلة ثانية يا محمد؟ يعني مثلا احنا لما يكون لنا 3D بروجرامينج لما يكون في على الداتا بيس كونكشن يعني كل الابلكيشنز يعني يستخدم نفس نفس المفاهيم نفس المفاهيم للداتا بيس بس انه نعمل نغير كل بالضبط. طيب بس جهازنا رد غير الجهاز هلا اللي بدنا نحكيه هون انه في الريوزابيليتي واليوزابيليتي هيك شكل متكتله. اذا دزيت هاي تاخذ من الاقبال او العكس صحيح بنسميه تريد اوف بتوين يوزابيليتي اند ريوزابيليتي. ذا مور ان انتولوجي از يوزابل ذا ليس ريوزابل ويل بي اند فايس فيرسا. ا جود انتولوجي انجينير لاحظوا هنا كنت ما قلت ا جود انتولوجي انجينير A good ontology engineer knows how and where to compromise. هو الجود ontology engineer اللي بيعرف بالضبط كديش اعطيها 60% 50% 40% 50 50 هذا الجود ontology engineer. بدي اقدر بين الثنتين. طيب المشكلة الثانية المشكلة الثانية طلعوا على المشكلة الثانية. هاي يوزابيليتي تو يوزابيليتي. المشكلة الثانية بتقول ontologies are supposed to capture knowledge at the domain level. صح ولا لا؟ مصطفى؟ independently of application requirements. شايف قديش ناس بيقولوا هذا الكلام؟ بدك لما تبدأ ontology شو مالك؟ لازم تكون مستقل عن requirements تاعت الابلكيشنز، مظبوط؟ ولا صفت مش ontology. بس شوف لك هالمشكلة. The problem is that when building an ontology, there will always be intended or expected usability requirements at hand, which influence the independence level of the ontology aspect. بتكون مش يوزبل في الابلكيشن. هلا هاي المشكله معروفه بالعلم اسمها انتراكشن بروبلم. طلع شيء المشكله تعريفها ريبريزنتنج نوليدج فور ذا بيربوس اوف سولفينج سام بروبلم از سترونجلي افكتد باي ذا نيتشر اوف ذا بروبلم. لما انت تتم تمثيل للمعرفه بسبب بهدف انك تحل مشكله هذا affected by the nature of the problem صح and the inference strategy to be applied to the problem يعني الكمبيوتيشن كمان. طيب خذوا هذا هاي الانتولوجي وهاي الانتولوجي عشان اورجيكم اياها على الواقع. هون في عندنا انتولوجي عن الكتب وهون انتولوجي عن الكتب. هاي الانتولوجي انا بستعملها البوك ستورز اونلاين بوك ستورز. هاي
مكتبات الجامعات اللي بتستعمل هاي الانتولوجي. شو تعريف كتاب هون؟ هو برودكت. سب تايب من برودكت. طيب إلو اي الكتاب، إلو اي اس بي ان، إلو تايتل، إلو اوثر. هون ولا مش سب تايب وبرودكت بس. اوكي بس إلو اي اس بي ان، بس ايش اجباري؟ انه بيعطيني كتاب بيزبط هون بيزبط هون انستنس، يعني كتاب بيزبط هون بيزبط هون.